السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في امل كيتشن. اليوم غادي نوجدو الدجاج المحمر بالتغميره وبطريقه سهله. ولنبدا بسم الله. في اناء او تبصيل غادي نوضعو الثوم اللي هرسناه وهو مقدار ديال 3 حتى 4 ديال الفصوص، الابزار، سكينجبير، ثم الفلفل الحار. نضيف الملح حسب الذوق، الزعفران هو ديجا درتو في الماء سخون حتى طلق، الحامض المصير انا وضعت نصف حامضة. ولا بغيتو الوصفة كيفاش كندير انا الحامض بريزيرفد ليمون غادي نحط لكم الرابط. ونزيد 3 ديال معالق كبار ديال زيت الزيتون، غنضيف الخرقوم، نخلط العناصر مع بعضياتها مزيان. نجيب الدجاجة ديالنا وندخل فيها العناصر مزيان في العنق في من تحت الجلدة، ومن بعد ما نرقدها مزيان ونخليها على مدة ديال 12 ساعة. مثلا درتها اليوم في الليل، لغدت لي في وقيتة الغداء غادي نصبها. طنجرة عادية وضعت زيت الزيتون وضفت لها البصلة، مقدار ديال البصلة كبيرة مقطعة ومشلضة، نخليها طيب مدة 5 حتى 10 دقائق. من بعد 10 دقائق غادي نجيبو الدجاجة ديالنا ونضيفوها على البصلة ونخليوها طيب. ومن بعد كل مرة نبقاو نقلبو الدجاجة ديالنا على جهات، اما جهة الصدر جهة ديال الظهر والجناب باش ما تحرقناش. كما قلنا مرة نبقاو نحركو الدجاجة ونقلبوها على جويه 4
ومن بعد تنضيفوا لها هذاك المرق اللي كانت مرقده فيه 12 ساعه، يعني العطريه والزيت والحامض وزيت البلديه والثوم، وغادي نمرقوها ونزيدوا لها مقدار ديال الكاس حتى الكاس ونص ديال الماء، ونغلقوا عليها يعني نغطيوها ونخليوها طيب على خاطرها. من بعد ما الدجاجة ديالنا طابت حطيتها في على جانب، وخليت المرق ديالنا يعني الضغميرة تتعقد، وفي لاطا او اناء من الومنيوم غادي نحطو الدجاجة وندهنوها بشوية ديال الزبدة ونخليوها في الفران اللي شعلنا على حرارة 250 درجة. نخليو الدجاجة ديالنا حتى نشوفوها تحمرات من الفوق ومن التحت ونخرجوها. وفي تبصيل ديال التقديم غادي نوضعو لاصوص او الدغميرة ديال الدجاج، غنحطو مقدار ديال نص ديال الدغميرة في الاول، ومن بعد غادي نحطو الدجاجة ديالنا وغادي نزينوها بشوية ديال اللوز والحامض المصير وشهية طيبة. وهي الدجاجة ديالنا واجدة في طبق التقديم بلاصوص واللوز والحامض المصير، وكنقدمها بالخبز وشلاضة العادية ديال البصلة ومعطيشة. شكرا على المشاهدة، ونلقاكم ان شاء الله في حلقة قادمة مع وصفة جديدة ان شاء الله. وما تنساوش تبارتاجيو لي فيديو ديال امل كيتشن، وتشاركونا بالتعليقات واللايك. Spread the love, like and share. Thank you so much. Bye.